à السريع. نسيم، لا الكلام اللي حكيته بالاول كان محضر ومحفوظ ومكتوب. هيدا قصيده مش ايه القصيده، ايه يعني بس انه حفظها، يعني في جهد انك حفظها، انك قلتها. انا فكرت انه انت كاتب هالقصيده يعني، ما ولكن جهد منيح انك تعرف تختار القصيده. اذا مش انت الكاتب يعني حلو انك تختار القصيده وتضلك تعمل جهد انك تحفظها. حبيت انك غنيت اغنيه لورده، يعني من ريبرتوار ورده، اغنيه لالا ولالا، يعني باي معنى؟ يعني une chanson de Warda et pour Warda. Tu as compris, فهمت شو قصدي؟ يعني الاغنيه كثير ملائمه، هي مش بس منا، هي كانها لالا، يعني عم بتغني لها اياها لالا. ايهاب، كل الوقت لما عم تغني ما في اي كونتاكت معنا، يعني حسيتك يعني عم بتركز كثير على الاغنيه لتصيب. تعرف شيء انه كان رايح صوتي على الاخر، ايه كنت بركز في الشقلة تتم عشان اغني، عشان ما فهمت علي. لا لاحظت هلا. ولكن يلي قلته بالاول كان بسيط وكان صايب، يعني كيف صايب؟ بمعنى خلقت علاقه بينك وبين صباح فخري. هيدي حلو العلاقه اللي خلقتها، انه كيف انت تعلمت الغني من ورا، كيف انت بلشت تعرب. مرحبا، كيفك علي؟ كيف انت بلشت تعرب من ورا؟ حقيقه والله. كيف انت مثلا اول اغنيه للبرايم للكاستينج كان صباح فخري، كان هو اول اغنيه برايم، يعني وكانه هالشخص هيدا بورت بونور، يعني انه مثل ما بيقولوا مفتاح الحظ لك. يعني هالفكره كانت جميله، يعني خلقت صله بينك وبين صباح فخري. دينا، الحمد لله، اجمل ايفال عملتي من اجمل الايفالات. رح اقول لك شغله، اهم شيء بهيك نوع ايفال بغض النظر اذا نحن بنعرف الشخص او ما بنعرفه، يعني اكثريه الاشخاص اللي حكيت يعني كلكم بنعرفهم الشخصيات، بس تنفترض ما بنعرفه، لازم المشاهد يطلع عباله، يعني يكون عنده الحشريه يتعرف عليه. وانا شخصيا هيدا يلي صار، يعني لما فتت بكاركتير عم بتقلديها، يعني حسيت غير حدا غير دينا، ورجعت للكاركتير بالاخر وفليت فيه. كثير حسيت انه في جهد على اللي عملتي ما بيشبهك، وبنفس الوقت قلت انا اف قديش بيشبهها، ليش دينا ولا مره فاتت بهاللون او عملت او كان عندها. يعني بدي اقول لك شغله دينا، وانا قلتها لما انت ظهرتي، انت دائما يعني بلاحظ مثلا افترضي بالاكزرسيسات او بالايفاليت او شيء، بتروحي على الدراما وبتروحي على البكي وبتروحي على المأساة، علما انه انت خفيفه الظل كثير وعندك عندك عندك ميول، يعني من دون تجهليها الكوميديا. انتبهوا، الكوميديا مش انك على طول تضحك العالم، في ناس بيكونوا قريبين من يعني العالم، مقبولين. حتى اذا انا بدي اقول شيء دراما مرحبا، او حتى بدي اقول شيء كوميديا، ما ضروري الكوميديا تكون ها 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 ها، وما ضروري الدراما تكون، المهم انه وصل ببساطه الاحساس. أو انت عندك هالبساطه، وروحي لها، روحي لهيدا الشق لانه بيلبق لك هيدا الشق. هيدي قلت لك انا بغض النظر لقيت انه في جهد، يعني بغض النظر عن النومينيشن، لانه هيدي لازم تعرفوها كلكم، مش كلنا بنحط نفس الاسامي، يعني كلكم بتتسموا، يمكن الاثنين اللي انا بسميهم مش الاثنين اللي بتسميهم مدام ماري والصوت والتمثيل، يعني كل واحد. ولكن انا بالنسبه لي صار في جهد على الفكره، اتليست على الفكره، انك فتي بلشتي والاخر اكتشفنا انه هيدا كاستينج، وتوسلتي لنا انه بليز اعطوني. هلا ايه
بمعنى يلي قلتي عن أم كلثوم يعني في إشي أهم تنقال. يعني ما تنسي إنه أنت فايتة تعملي كاستينج لدور يعني يلي عم بيعملوا لك الكاستينج بيعرفوا منيح حياتها, بيعرفوا منيح. كنت بتمنى أعرف أم كلثوم شو أثرت فيك, ليش إذا أنت ما أخذتي هالدور؟ أنا حبيت بتحسي إنه خسرت شيء كبير بحياتك. يعني بعدني عم فتش بكلكم العلاقة الشخصية يلي بتربطكم. الشخصية ما دارين تكونوا بتعرفوه تبو. يمكن أول مرة أول غنية حفظتوها بحياتكم, أو أول مرة حدا شدكن على التلفزيون. وهذا حنان مثلا, حنان كمان بدي صلح لها بس منا هون, كنت تمنيت تحكيني عن هالعلاقة الشخصية. يعني شو اللي بيأثر انه انت شو اللي غير لك بحياتك, هالإنسان شو غير لك بحياتك؟ يعني هلا انتم بمرحلة بدي لكم شيء, أصعب شيء بالحياة هو نص الطريق. نص الطريق مش عارف حاله وين الواحد. أخذوها بكل شيء, مش إذا عندكم سفرة, مش إذا عندكم أنتم مع شخص بعلاقة مع شخص, بس تحسوا أنه وصلتوا لنص الطريق أنه بكفي ما بكفي, تعبت في تعب. يعني هو نص الطريق التعب, أنه يا الله أنه هلأ مرق مثلا بتكونوا مسافرين أنه ما الله مرق ساعتين بعد في قدون أنه إيش أنه رح يكون عندي القوة أنه كمل أو لا. انه مثلا بتكونوا مع شخص بتحبوا بتحسوا انه مرق سنتين او مرق ثلاث سنين, انه بصير سؤالكم انه رح اقدر كمل معه هالقد, انه افصل لهالقد معه. ورح دايما بكل شيء بالحياه نص الطريق كثير صعب. حتى بنهاركم بتبلش نهار وكل شيء, كل انسان صوب بعض الظهر يعني بس مرق يكون 6-7 ساعات شغل ووقت الاكل ووقت بيهمد يعني بحس انه التعب. مش هيك في ناس بيعملوا سياست يعني قيلوله بيرتاحوا لانه بعد في قد الوقت يلي قطع. يلا نمثل, يلا نمثل. رح اعمل اكزرسيس مهضوم ايه يعني بدي لكم بس تفصلكم كيف بختار الاكزرسيسات. هذيك المره إذا بتتذكروا طلبت إنه شيء يحيلكن شخص, يعني صورة شخص ذكرى, صح؟ نحن بنرجع من الأول, بنقول من أول ما بلشت أعطيكم مسرح أعلمكم مسرح إنه بالنهاية شو المسرح؟ هو ممثل يعني عندي obligatoirement يعني أكيد عندي إجباري يكون عندي ممثل بمكان بزمان معين, بزمن يعني الاسباس تان و اكتر, يعني هول الثلاث عناصر. ممثل عم بيعطيني حاله معينه, احساس معين, بسيتويشن معينه, بمكان معين, بوقت معين. اوكي, اليوم العنصر يلي بدي اشتغل عليه هو المكان يلي بده يجبرك تتاقلم او تنتفض أو تعمل شيء. شو الإكزرسيس؟ بتفوتوا على محل, أنتوا بتحددوا شو المحل, ولكن بس تفوتوا عليه تعلقوا فيه, تعلق تعلق يعني ما بعرف ما فيك تخرج منه. زحمة يعني مثلا نحبس محبوس بمكان. كيف محبوس؟ ما بعرف, يمكن انت فتي على غرفة طبش الباب ما بقى يظهر. هلا ويني هالغرفة؟ يمكن كنت عم بتجربي تزيحي شغلة, عم بتزيحي هيك شوي علقت ظهرك, علقت بأرضك بمكان يعني صار شيء خليك تنحكمي بمكان مغلق. اتخلقت لبورد. شو؟ أنا كمان فوبيا من الأماكن المسكرة والضيقة. هلأ يمكن بأسانسور, يمكن نسيوكي, يمكن راحوا كلهم على البرايم ونسيوكي والمسكرة البوين تبع الأكاديمية.
أو بالسيارة أو بمهبر يمكن بالسيارة صارت لي صار لوك ما بتقدروا تظهروا منه إيه أنا كسر صارت لي صار حصلت لي أنا كمان هلأ بس تعلقوا بهيدا المكان أول شيء أول شغلة أكيد هو نجرب نظهر منه ولكن لأنه أنتوا كمان هدفكم تغنوا بدي بس تستسلموا تغنوا إذا استسلمتوا وإذا خرجتوا تغنوا يعني بدي تستعملوا أغنية بأي مرحلة من هالمراحل يا لهوي ياه 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 ده ايه ده 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 اسانسور راح يبوظني بس كده في رسالة يا عم اخدم انت كمان مفيش انا حنام هنا نادي على عم عبد البواب ايه يا جماعه لا بس بس ايه ما وصلت لا ما انا لانك عم تل عم تضحك سلة وعم تضحك انت عم تعمله يعني ما انك اوعى تمشي بعيد ماشي بس بس ما احنا نطلع برا الاوضه ونشتغل في الشقه كلها بس بعيد لا خلاص ما هضلش هي في الشقه ما فيش تبقى برا اكتر من كده هتعد لكام ال 10 11 ماشي 13 لا لا 11 خلاص كفايه واحد اثنان ثلاثه اربعه خمسه ستة ثم سبعة ثم ثمانية ثم تسعة عشرة حداشر حداشر دينا يا دينا دينا سينا إيهاب 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 يا الله يا ريتني ما كنت استخبيت هنا يا الله إيهاب يا ربي يا الله يا رب يا رب إيهاب يا الله يا ريتني ما كنت استخبيت هنا أنا عندي مشكلة موت إيهاب إيهاب
دينا يا الله يا إيهاب تخبيت فيه إيهاب 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 يا هوي يا الله يا الله يا الله خبيتي فين مالك الخزانة تفرت علي بموت احنا ايه لا لا بدي اعمل شيء احسن من هيدا الشيء حلمي فكري انه عم تلعب وكشكاش حلمه حلمه انه ايهاب مسطول هيك مش يعني انا دائما هيك انه حلو بقول لك شغله مثل ما عملته لانه انه كيف عم دينا رح اروح بهالكاركتر الا الاخر دينا اسمع اوكي ايهاب انت هلا بتخبي للعشرة وهيدا اوكي ومنطفي الضوء منطفي الضوء اوكي منطفي الضوء عم تلعبوا هلا ممكن نعمل حالنا انه عم نطفي الضوء ولكن ما عم نطفي الضوء اوكي بس انه كانه مين اللي حيطفي الضوء ما حدا ما في ما رح يطفي الضوء انت اللي هتطفي يعني احنا في اللعبه يعني بنقول احنا بنطفي اوكي هلا رح اطفي الضوء للعشرة ايهاب اوكي على العشرة بت وبعدين بتبلش تفتش علي اوكي من دون ما تفوتي على الخزانه انا برايي إيهاب إيهاب كل شيء عم تعمليه هون ما عم فيك تقومي ممنوع تقومي من تحت وبعدين بفوت إيهاب دينا 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 انا عايز اعمل زي الناس وخليني احس انه ما انه دينا اوكي فيهاب دينا ياب إيهاب يخرب بيتك إيهاب دينا من بره ولا ايه ده يا غبي إيهاب دينا يخرب بيتك غبي إيهاب دينا إيهاب إيهاب ايش هيدر إيهاب مينا رافائيل رافائيل مترد إيهاب إيهاب ضهري Thank you.
له بقى يا رافائيل ركزوا. رافائيل فيلم. برافو برافو. هم انقذوا. ما تقومي يا رافائيل. رافائيل نسيم. نسيم اه خلي رابطة جلسة. بليز خلي ايديك هيك. الو الو ايه في حالة واقعة الظهر مروح ظهره ورقبته مش قادر يحركها. اجري افين مش عم بحرك. شروق روق تنفس 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 خلي رقبتك جالسة. يا رامي شو روق رفايا بليز اعمل شيء. يلا روق 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 شو بتقول لي روق يا حبيبي. تصدق حالك اعمل شيء يا نسيم. ما في حركة بركي صار لك شيء. هو لعب الدور. جوعان؟ لا عطشان؟ يلا برافو نسيم. كثير منيح نسيم. مسحت الأكاديمي كلها. ليش منك واثق من حالك؟ كثير حلو. We'll be right back.